بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حنكمل في مادة نظرية الآلات، حنبدأ شابتر جديد اللي هو الكامز أو الكمات. حنبدأ في بعض التعريفات وشوي شوي حنخش في التفاصيل. طبعا الكام هي عبارة عن جزء في ماكنة بدور روتيتنج ميكانيكال إليمنت، اللي من خلال دورة لها شكل معين. الكامة بكون دائما ملامس لها تابع أو فولور. الحركة الدائرية للكام بحولها لحركة تذبذبية خطية ريسبروكيتنج أو أوسيليتنج. ريسبروكيتنج هاي ريسبروكيتنج، أوسيليتنج في روتيشن. فبحول هيز روتيتنج إليمنت، بحول الروتيشن للكام إلى شكل معين، لا reciprocating or oscillating mesh motion للفولور. الكام and follower have a line of contact. التلامس بين الكام والفولور بيكون عبارة عن خط، بعض الأحيان بيكون نقطة، وبالتالي بشكله higher pair. يعني حكينا lower pair بيكون إيش؟ surface contact. higher pair بيكون line contact أو point contact. من تطبيقات على الكامز، عند الكام شافت في محرك الاحتراق الداخلي زي ما هو مبين في الصورة الأولى العلوية. الكام شافت طبعا يستخدم في التحكم في فتح وغلق اللي هو الانلت والإكزوست فالف. ممكن في بعض المكان، في مكان الخياطة بيستخدموا كمات بلاستيك عادة بتكون. ممكن في بعض في البيبر كاتينج ماشين هاي عندي كام، وفلور عملية قص الورق ممكن نستخدمه كام. إلى تطبيقات طبعا كتير، يعني هذه بعض التطبيقات. الآن في عندي الفلور عند الكام. الآن حنبدأ في تصنيف الفلورز. تصنف الفلور طبقا لسطح التلامس بين الكام والفلور، أو طبقا لنوع حركة الفلور، أو طبقا للمسار تاع الفلور اللي حيمشي. معناته يصنف الفلور طبقا لنوع التلامس بين الفلور والكام، أو طبقا لنوع حركة الفلور، أو طبقا لمسار حركة الفلور. نأخذ التصنيف الأول اللي هو تصنيف طبقا لسطح التلامس. أول نوع اللي هو knife edge follower. واضح عندي هاي الكام، هاي محور دوران تاعها. الآن هاي الشكل الكام نتيجة إنه البروفايل تاعها مش متمركز، مش دائرة كاملة. معناته في له minimum height وفي maximum height. الشكل التلامس أنا عندي هنا surface of contact عبارة عن point أو line contact. يعني عندي edge حفة حادة بسميه knife edge follower. طبعا knife edge follower يعني نادر ما يتم استخدامه في الممارسة الفعلية، لأنه بيعمل تآكل كتير بينه وبين الكام، لأنه الحفة حادة فبتعمل هريان. برضو نعيوه عندي considerable side thrust between the follower and guide. يعني لما تكون الكام تدور بالشكل هذا حتى تعمل ايش؟ دفع جانب side thrust على الفولور. النوع الثاني رولر فولور. بدل انا بكون عندي في طرف الفولور في عندي ايش؟ عجل، والعجل ملامس للكام. يعني التلامس حيكون line contact، تلامس خطي. في الحالة هذه الآن الحركة بين الكام والفولور حركة تدحرجية، فبتكون أسهل، ومعدلات الهريان بين الفولور أو الرولر والكام أقل من منها في حالة النايف إيدج. لكن في ستيل أنا عندي في ستيل
سلايد ثراست، يعني هذا يكون احلى مركبتين في ستيل سلايد ثراست موجود. في الفلات فيس او مشروم فلور، سطح للفلور فلات، طبعا في الحالة هذه سايد ثراست صار أقل، لكن ستيل في سايد ثراست من الفريكشن، في عندي فريكشن في هذا الاتجاه، فبعمل برضو سايد ثراست بس أقل من الحالة الأولى والثانية. لأن عندي روتيشن هتعمل لي إيش؟ عندي هين فريكشن فورس F سام U في N، عندي هين نورمال فورس، فالثرست الوحيد جاي من الفريكشن، ما فيش الثرست دفع، يعني هذا اللي هو فريكشن ثرست وهذا ايش ثرست مباشر. طبعا الوير او التآكل ممكن تخفيفه انه لاحظوا مركز دوران الكام ومحور الـ او محور الفلور بمر في مركز دوران الكام، لكن عملت اوفست خليت محور الفلور بعيد بمرش في مركز الكام، انك ممكن اقلل الـ reduce الوير. الان اوفستنج الان لما يصير اوفسيتنج بيصير يعني الان هاي الاكسس بيصير تعمل مومنت، يعني بيصير عندك ال وهو يطلع بيكون يلف، يكون يطلع ايش يلف. في عندنا سفيريكال فيست فولور، نهايه الفولور كرويه، في الحاله هاي بيكون ال الكونتاكت عباره عن point contact. طبعا هنا المشكلة في عندي الستريسز اللي هو contact stresses بتكون عالية، تسمى hertz contact stresses، بس في كل الأحوال بتكون أقل من حالة اللي هو surface أو sharp edge. sharp edge اللي هو الأكثر سوءا الأسوأ. التصنيف الثاني طبقا لنوع الحركة تاعت الفلور، الآن ممكن تكون reciprocating followers، reciprocating يعني بتحرك على خط مستقيم زي الحالات السابقة اللي شفناها، كل هذه reciprocating followers سواء horizontal أو vertical، المهم بتحرك على محور ثابت بخط مستقيم. ممكن يكون oscillating زي الحالة هذه، يعني هذه إيش oscillating، الآن التصنيف الثالث according to path of motion of follower، وهو مسار حركة الفولور. ممكن تكون عندي radial follower، the motion follower is along the axis passing through the center of the cam، زي الحالات السابقة A to E. حركة الفلور دائما بتمر في مركز الكام نفسه، لاحظوا معناته هذا radial follower. النوع الثاني offset follower، هاي محور الكام هذا محور الفولور في مسافة بينهم، هذا يسميه offset follower. الآن هذا تصنيف الإيش الفولورز، تصنيف الفولورز كان طبقا للsurface of contact
أو طبقاً لنوع الحركة أو طبقاً لمسار الحركة. الآن الكامات ممكن نصنفها في عندي راديال أو ديسك كام أو سيلندريكال كام. راديال كام الفلور ريسبروكيتس أو ريسوليتس إن دايركشن بيربنديكولار تو كام أكسس، يعني الكام بتدور بهذا الاتجاه. هاي الفلور مثلا هذا بتحرك مستوى، يعني هاي الاكسس وهاي الاكسس تاع الكام. المحاور في الحاله هذه ايش بتكون؟ متعامده. كل الكام شفناهم سابقا تعتبر ايش؟ راديال كامز. في عندي السيلندريكال كامز. سيلندريكال كامز الان هاي الكام هذا الفولور، هاي الكام وهاي الفولور. الان الفولور بتتحرك بهالاتجاه، الان في مسار هيليكس على الكام. الكام هاي محور دورانها وهاي الاكسس اوف موشن للفلور. لاحظوا الاكسس للفلور موازي للاكسس تاع الاكس روتيشن للكام. نعم لا مش عمودي، لا لانه اتس اوسيليتنج، يعني هاي بتحرك بهذا الاتجاه والاكسس تاع الكام بهذا الاتجاه. واضح؟ انا بطلع على النقطه هذه تتحرك هيك وهاي الاكسس تاع الكام، بس الفرق هذا ريسبروكيتنج هذا اوسيليتنج. نيجي للتيرمز او الترمينولوجي في الراديال كامز. هنبدا في التيرمز الاسهل شوي شوي. الان هاي الكام هنستخدم الالوان نفسها. طالع عندي راديال كام مع رولر فلور اللي مبين عندي، راديال كام مع رولر فلور. الدائرة هذه هي الكام بروفايل، الكام بروفايل اللي هي هذه. هذا الكام بروفايل اللي هي هذه كام بروفايل. اصغر دائره تاتشينج الكام بروفايل نسميها البيز سيركل اللي هي هذه اصغر. هذه البيز سيركل. طبعا الدائره هذه اللي حركب عليها العمود اللي بلف الكام اللي هو الكام شافت. هذه الكام كام شافت. أنا النقطة اللي بتبعها مركز رولر، لأن لو عملت أوفست للكام بروفايل بمقدار نصف الراديوس تاع رولر بحصوا على كيرف تاني بسميه البيتش او اللي بسميه
البيتش كيرف. البيتش كيرف اللي هو هذا بيبعد مسافة R radius of الفولور. اللي هو هو هذا البيتش كيرف. يعني انا عشان ادرس حاله زين جسمين بتحرك لبعض بتحرك بالنسبه لبعض، يعني انا ممكن الف الكام واشوف كيف الفلور بيطلع وبنزل، او عند زوايا مختلفة أحط الفلور. يعني في الحالة هذه مثلا عندي هاي الفلور في النقطة هذه، هاي الفلور ما هو تانجنت، معناته هذا الخط ايش حيكون؟ عمود على التانجنت. ما هو لو كان في نقطة تانية مثلا هناخذ نقطة تانية مثلا هذه، ما هو برضو الريديال لاين حيكون عمود على التانجنت بينهم، صح؟ دائما الرولر والكام بروفايل بيكونوا ايش؟ تانجنت مع بعض، معناته الريديال لاين بيكون عمودي على التانجنت بين الاثنين. الان في عندي ما تسمى ال ال اللي هي هذه الدائره البيتش سيركل. خلينا نشوف الحتيجة هذه. لأن لو أخذنا الحالة اللي هين هاي التانجنت لاين، هاي التانجنت لاين، لاحظوا الريدس اوف كيرفيتشر. عشان تنتبهوا الريدس اوف كيرفيتشر، يعني هذا مش مركزها، هذه واضح؟ عشان ما تروحش تعمل والله انا اعمل خط واعمل عمود على الخط. فانا هاي التانجنت، هاي التانجنت وهاي الريديال لاين، هاي الريديال لاين واعمل عمودي على التانجنت، هاي عمودي على التانجنت. هذه يسموها البريشر انجل، البريشر انجل. طبعا البريشر انجل تختلف، مثلا في الحاله هذه البريشر انجل عند اللوست بوينت ايش بيكون يساوي؟ صفر. معناته في مينيمم فاليو للبريشر انجل وفي ماكسيمم فاليو. نفترض انه هذه هي الماكسيمم، هذه الماكسيمم بريشر انجل، لان تقاطع الراديال لاين مع الخط هذا البيتش كيرف بيعطيني البيتش بوينت، بيعطيني البيتش بوينت. اذا من المركز رسمت دائره تمر في البيتش بوينت بحصل على البيتش سيركل. هذه البيتش سيركل. هذا البيتش سيركل. البيتش سيركل الكام شافت من نفس المركز؟ نعم. البيتش سيركل الكام شافت من نفس المركز؟ طبعا. يعني هذا دائرة تخيلية. انت اللي بتكون شايفه حقيقة هو هذا البروفايل. اللي الفيزيكال. فانا كان عندنا اللي هو الشافت، الشافت كام شافت؟ عند البيز سيركل، عند الكام بروفايل، عند البيتش كيرف، عند اللي هو الماكسيمم بريشر انجل،
تقاطعها مع الراديو لاين بيعطيني البيتش بوينت، البيتش سيركل دائرة مركزها المحور الكام مع البيتش بوينت بيعطيني البيتش سيركل. طبعا بين المينيمم هايت والماكسيمم هايت بيصير الشوط تاع الفولور، الفرق بين الماكس والمينيمم بيعطيني ايش التوتال الترافل للفولور. طبعا هذه الدائرة نفس البيز سيركل بس عملها اوفسيت بمقدار الراديوس تاع الرولر. هيك نكون أعطينا كل الجيومتريك باراميترز للكام. طيب احنا في تصميم الكام بهمنا الاوتبوت، الاوتبوت تاعي من ايش بيجي الاوتبوت؟ حركة ايش؟ الفولور، صح؟ بناء على حركة الفولور بأصمم شكل الكام، بناء على حركة الفولور بأصمم شكل الكام. طبعا حركة الفولور ممكن تكون في عندي اربع انواع، ممكن تكون مش اربع ممكن تكون مية كمان، بس انا الموجود عندنا حارض اربعة: uniform velocity, simple harmonic motion, uniform acceleration and retardation, فعندي cycloidal motion. هنبدأ في اول نوع اللي هو uniform motion. يعني ايش يعني الفورم موشن؟ الان عندي كام وفولور. الكام له في مراحل صعود وسكون وهبوط وسكون، بعدين برجع اكرر، يعني بيطلع بسكن لفتره. مثلا انا مثلا في الكام شاف تاع في الانجن لما افتح ادخل الوقود بفتح لوش وبسكر بسرعه، فلازم ضل فاتح لفتره عشان ادخل الوقود، صح؟ فانا بعمل رايز له بفتحه لفتره معينه، يعني في سكون بضل نفس الموقع، بعدين بصير هو بسكر عليه وضله مسكر سكون، بعدين ايش بكرر الدور. معناته في عندي صعود سكون، في الصعود صعود سكون هبوط سكون. ففتره الصعود عند الرايز بيطلع بيونيفورم فيلوسيتي، السكون فيش له سرعه ما هي سكون، بعدين بنزل بيونيفورم فيلوسيتي، يعني عندي صعود سكون رجوع سكون، وبعدين تتكرر الدوره تتكرر. هذه يونيفورم موشن. طبعا هذه حاله ثيوريتيكال. طبعا في المنطقه هذه ما زال السرعة منتظمة، الاكسلريشن ايش حتكون تساوي؟ زيرو. هين زيرو زيرو وهين زيرو، لكن انا عشان فجأة اخذ سرعة بدي اغير السرعة بشكل سريع جدا جدا، يعني بتكون الاكسلريشن ايش؟ انفينيتي. وهين بدي انزل فجائي معناته تكون الاكسلريشن انفينيتي لتحت، وهين برضو بزود باتجاه المعاكس فجائي حتكون انفينيتي لتحت، بعدين بأطلع في السرعة للصفر بشكل فجائي معناته انفينيتي. تعديل عليه فيش اسمه انفينيتي، بيصير طبعا ممكن أعملها زي هيك، بس اللي حيصير حيكون يطلع يصير بخبط الفولور، بيكون في المناطق هذه بيصير يخبط على الكام، صدمات بيصير عندي. ففي المناطق هذه شوية ببداش فجأة ببدأ بتسارع
يعني بيبدأ السرعة تزيد شوي شوي لحد ما تصير يونيفورم، بعدين بتنزل سكون، بيزيد اتجاه المعاكس بنفس السرعة سكون، بعدين ايش؟ تنزل للصفر. معناته في المناطق هذه الاكسلريشن از زيرو، لكن هين الاكسلريشن بتساوي السلوب للخط هذا، صح؟ اللي هو هذا، هاي اكسلريشن 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 اكسلريشن، هذه يونيفورم فولور موز ود يونيفورم فيلوسيتي، بتحرك بسرعه منتظمه. الان خلينا نشوف كيف ممكن نرسم كامه بتحرك الفلور بينفورم بلستي. عندي نشوف المثال هذا. A cam is to give the following motion to a knife edge follower. كامه بدها تعطي الحركه التاليه ل knife edge follower. Out stroke during، طبعا الكام اكم الدوره تاعتها اكم درجه؟ 360 دوره كامله. اوت ستروك الصعود حتكون تمثل 60% 60 درجه، اول 60 درجه حتكون ايش؟ صعود. 30 درجه ثانيه حظل السكون في وضع الصعود، بعدين النزول الهبوط 60 درجه، يعني عندي 60 و30 90 60 150، بعدين 360 ناقص 150 هاي بتكون فتره سكون. يعني اول 60 درجة هكون طالع، هاد طبعا محور مثل زاوية دوران الكام، هاد تمثل ايش؟ الديسبليسمنت للفلور، يعني هيطلع خلال 60 بيطلع لاقصى ارتفاع، بضل ساكن لمدة 30 درجة، بعدين ب 60 درجة بهبط بنزل لأقل ارتفاع، بعدين بضل عند أقل ارتفاع للآخر، بعدين ايش؟ بكرر وهكذا. هذا displacement diagram، هذا صعود سكون هبوط سكون. The stroke of follower is 40. The stroke الشوط يعني من المينيمم لوكيشن للفلور للماكسيمم لوكيشن 40 ملي. And minimum radius of the cam، بحكي المينيمم راديوس اوف الكام هو البيز سيركل 50. البيز سيركل نحكي الستروك بتساوي 40 مليمتر، والبيز سيركل اللي هو ايش؟ نص القطر ار 50، ار 50. The follower moves with uniform velocity during both out stroke and return stroke. هو طالع بيتحرك بuniform velocity، هو نازل بنزل uniform velocity. Draw the profile of the cam. ارسم بروفايل للكام. When the axis of the follower passes through the axis of the cam shaft. انا هلخص العمليه وبعدين نرسمها على السوليد وورك. طبعا انا في الاول المينيمم سيركل اللي هي البيس سيركل، برسم البيس سيركل 50، هذا محور دوران الكام، الكام دورتها الكامله 360 درجه، عندي اول 60 درجه صعود، 30 سكون، بعدين صعود هبوط، بعدين المتبقي هذا سكون عند وضع الهبوط. الان طالما يونيفورم فيلوسيتي، يونيفورم فيلوسيتي، انا حقسم الصعود لمراحل، مثلا نقسم 0 1 2 3 6 مناطق، 6 مراحل 10 درجات، مش ممكن اقسمه حدا ثاني 12 او زي ما بده، بس انا في الاخر هعمل كير فيت. الان لانها يونيفورم فال40 يعني حتكون عندي هاي تقسيم، هاي واحده
هذه حتكون ضعف هذه صح؟ هذه 3 أضعاف الأولى، 4 أضعاف، 5 أضعاف، 6 أضعاف. يعني الأربعين على 6 أنا بدي أعملها 42 عشان تقسم على 6 ماشي؟ بس للتسهيل خلي الشوط عندي 42 خلي الشوط 42 للتسهيل في الأرقام. معناته في كل 10 درجات بيطلع 6 ملي، هاي 6 و6 12 و6 18 24 7 7 14 21 28 35 42 معناته الكام هروح انا هاي الاكسس تاع ايش الفولور هو شارب ايدج هعمل دوائر كونسنتريك مع البيت سيركل الفرق بين كل دائره والثانيه 7 ملي 7 7 7 7 بعدين اول 60 درجه اذا قسمت هذه 1 2 3 4 5 6 معناته اذا حامل 1 2 3 4 5 6 60 درجه ومد خطوط تقاطع اول خط يعني انا بديت من هين هاي اول نقطه هاي النقطة الثانية هاي النقطة الثالثة هاي النقطة الرابعة هاي النقطة الخامسة هاي النقطة السادسة هاي النقطة السابعة الآن في الدول المفروض لمدة 30 درجة الطول هذا بكان يكون يساوي الطول هذا صح؟ هذا في الدول لان حيبدا ينزل برضه حقسم 6 مناطق 1 2 3 4 5 6 معناته كان 42 35 28 21 14 7 0 فحتكون هذه بدايه الهبوط 0 هي نزل 7 صار كم 35 28 21 14 7 0 بعدين الدول حيضلوا نفس الدر معناته هاي الكام بروفايل هذا هو الكام الكام بروفايل الكام هذا شكلها بيعطيني الموشن للفولور خلينا نشوف كيف نرسمها انا ابدا سكتش على التوب فيو حابدا من البيس سيركل صح 50 حرسم دائره الريديوس تاعها 50 يعني قطرها كم 100 بعدين حابدا اقسم انا عندي هين حكوا عندي لاين خلينا احكي فور كونستراكشن طيب حبدا من هين حيبدا يطلع طلوع
على فرض الكام بتدور كاونتر كلوك وايز او لا حتكون دور كلوك وايز في الحالة هذه، عشان يطلع لازم دور ايش كلوك وايز، معناته حلف انا الخط هذا اعمل له اللي هو سيركلر باترن هاخد الدائرة هذه مركز ليش هذه طيب هاخد الخط هذا في الأول بعدين المركز أنا بدي أكم سبعة هي يعني عشان تكون عندي سبعة التوتال أنجل 60 بدي أعكس الاتجاه هيك رسمت أول إيش أول إيش أول عندي هنا ليش طلع هذا طيب ليش ما عملش هذا غريبة طيب انا هخليه خط عادي احتمال هذا السبب طيب هعمل سيكلر باترن بنفع التنين بتنفع تأخذ النقطة أو شو اسمه يعني بيصير يعني هاي السبعة عندي هين ستين وعندي نعكس أوكي فيبدو ما فهمش السنتر لاين هاي السبعة طيب بعدك حكون عندي 30 درجة برضو هعمل سيكلر باترن هاخذ الخط هذا هحكي ايش اثنين والزاوية 30 وعكس الاتجاه معنى 60 و30 9 معناته الشغل صح لحتى الآن اوكي بعدين 60 هاخذ هذه ست خطوط ليش اختار الخط هذا؟
محترم كنت. طيب نحكي اللي هو سيركلر باترن. انا هختار الخط هذا، هكون عندي 7 والزاوية 60، دعكس الاتجاه هيك مظبوط. طيب هيك انا لسه الدوائر هعمل اوفست 7 ملي صح؟ اوفست 7 هختار ايش؟ الخط هذا هاي اوكي، يعني اوفست الخط هذا selection by directional base geometry offset geometry. طيب الاوفست هاي الاوفست صار 14 عندنا صح؟ بعدين اوفست 28، بعدين اوفست 35، بعدين اوفست 42. مش مشكلة بنمدها، نحكي اكستند، مش كلها حنمد، احنا اكستند حنمد الخط هذا والخط هذا، وهذا حمده كمان شوية بس، بعدين الخط هذا حمده كمان، وهذا حمده شوي، والباقي فيش داعي لمدهم صح؟ مش لازم يقصرهم؟ لا فيش داعي تقصر، ممكن يعني تعمل ترم إذا بدك، يعني إذا بدك يعني تريح حالك تعمل الترم. نبدأ من أول واحد عنده هين، هذا الصفر، بعدين حتشيل هذه مظبوط، بعدين هذا، بعدين هذه، بعدين هذه صح؟ طيب أنا أحب أنظف أول، خلينا نشيل هذه وهذه وهذا الخط هاي ديليت، بعدين الترم انا حنزل نزول، هاي اول واحد، هاي الثاني، بدي انا اشيل هاي هادي وهادي صح؟ لا واحدة يعني هيك صح، بعدين حشيل هذه ترم، حشيل هذه صح، بعدين طيب انا عم ترم بالمره للترم للبدايه، هيك صح مظبوط، بعدين خلينا نمسح هذا، بعدين هعمل ايش؟ سبلاين عندي
بعدين نعمل سبلاين على الجهة الثانية. أنا بنزل حاليا. بعدين حبدا عملية ايش؟ الترم. يعني خلينا نحكي كل هذا. ملوش لازمة. وبعدين نشيل هيك. خلاص خلينا نمسح. حخرب لي حاجات. المفروض عملتها كونستراكشن انا، مش مشكله. طيب خلينا ارسم دائرة اللي هي للشافت. اعتبر هو ايش هذا الشافت. خلينا نحط قطره مثلا 40 مثلا. خلينا هذا الخط امسحه، هذا الخط امسحه. ممكن اعمل له اكسترودد بوس هاي 20 مثلا. دكتور الدول الاولى اللي كان الصعود والنزول هذه دائره، قديش قطرها؟ القطره هي الدائره، هذه دائره لازم تكون ثابته. ما هي ثابته الدائره. قطرها ايش في الفتره من هنا لهين؟ الدائره قطرها بتغير؟ قطرها بتغيرش. وفي أوطى نقطة القطر ثابت برضه. لاحظ طبعا هذه فيها مشكلة. لاحظ لأنه uniform velocity بيكون في عندي sudden change. يعني هذه في المناطق الحواف الحادة هذه بيصير تغير في الأكسلريشن مفاجئ. أنا ممكن أعملها بدون ما أرجع للجراف تاع velocity، أعملها fillet هي مثلا. أروح أعمل fillet في الحواف الحادة هذه. عندها حفة بعرفش كم اسويها، وهاي حفة عندي. فلت هذا تعديل على الديزاين تاعها. خلينا نعمل بريفيو. ماشي، فصارت هيك شكل الكام اللي هو الكيرف اللي كان جنب هذيك. صار تعديل، معناته بصير صادن تشينج، بصير تغير سريع كتير بس مش فجائي. هذا اللي هو يونيفورم فيلوسيتي. هنعملها سيف از. كام اكزامبل
هيك عملنا كام بناء على معرفتنا لنوع حركة الفولور. طيب هذا المطلوب الأول. مطلوب الثاني بي بدنا نصمم كام بس الفولور محور ومرش في محور دوران الكام في أوفست 20 ملي. أوفست 20 ملي. الآن في نقطة البداية أول إشي خلينا نشوف في حالة الأوفست إحنا هاي محور هذا محور محور إيش الفولور وهذا مركز الكام المسافة 20 ملي بين محور الكام ومحور الفولور. لاحظ في البداية لما بدأ في بداية الصعود عند الزيرو كان المحور تاع الفولور تانجنت للأوفست سيركل صح؟ معناته دائما دائما لازم يكون محور الفولور تانجنت للأوفست سيركل. لازم يكون دائما تانجنت للأوفست سيركل. هاي الفكرة الرسم. فأنا اللي حسويه طبعا الكام هاي محور دوران الكام طبعا بمد خط من مركز الكام لأول نقطة واضح. الآن بعدين هعمل 60 درجة هي الصعود 30 سكون 60 صعود والباقي هبوط. طبعا عشان أجيب الآن احنا حكينا الآن هذه 60 حقسمها 6 أقسام يعني هعمل 6 أقسام ومن تقاطع البيس سيركل تقاطع البيس سيركل بأرسم التانجنت يعني طلع مثلا أول 10 درجة اعمل الخط من هين لهين راسم تانجنت للأوفست سيركل عندي هاي 10 هاي 20 هذه الزاوية 20 درجة عامل تانجنت للأوفست سيركل وهكذا. خلينا نشوف كيف نعملها. نحكي نيو عن هاي التوب فيو نعمل سكتش عليه. خلينا نرسم اول شيء البيس سيركل تاعتنا البيس سيركل كم قطر تاعها 100 والأوفست سيركل الأوفست سيركل الريدس تاع الأوفست هو 20 معناته هذا حتكون كم 40. ما هو بيحكي الأوفست هاي 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 محور الكام وهاي محوره ما زالت أوفست 20 معناته الدائرة حتكون 40. طيب الآن خلينا نكمل الدوائر. هعمل مجموعة من الدوائر أسرع من الأوفست. إحنا هاي إحنا صار عندنا كم 14 21 28 35 42 42. طيب سمارت دايمنشن احنا اول واحدة كام عندنا 40 الثانية 100 اول واحدة 100 معناته الثانية 114 صح 114. طيب اللي بعدها اللي هي هذه صح 128
اللي بعدها مية واثنين واربعين، وبعدين هذه مية وستة وخمسين، بعدين مية وسبعين، بعدين مية وأربعة وثمانين. خلصنا من إيش؟ من الدوائر. إذا حنرسم محور إيش؟ محور البداية للفولور. حنرسم خط حيجي من الأوفست سيركل، حطلع إيش؟ حطلع إيش؟ عمودي. معناته أول بداية، أول خلينا نعمل ترم عشان حسيت تخربش الدنيا اللي عندي. ترم هذه أول نقطة بداية لإيش؟ للفولور. حرسم خط من مركز الكام نقطة البداية، بعدين هذا الخط حلفه 60 درجة مع التقسيمة تاعتنا، يعني هعمل هنعمل اللي هو السيركلر باترن. لا هو اختاره لحاله، سبعة والزاوية 60، الزاوية 60 ونعكس الاتجاه. هاي أول 60 درجة مظبوط. بعد عندي 30 درجة صح، عندي 30 درجة. أنا هختار بس واختار الخط، بديش الخط هذا، أنا اختار الخط هذا صح. هتكون اثنين والزاوية ايش؟ 30 ونعكس الاتجاه. هاي عملنا السكون الثانية، بعدين هعمل كمان بدي اختار عشان ما يخربشش. هاي هعمل له سيركلر، هعمل له تنتين سبعة والزاوية 60، وعكس الاتجاه هيك 100%. طيب الآن من النقطة هذه هعمل تانجنت للدائرة هذه، هعمل لاين من النقطة هذه والتانجنت. هو عملها تانجنت صح؟ عملها تانجنت خلص. بس ايش اللي بصير عندي؟ حمد هذه للخط هذا، الخط هذا هعمل له اكستند طيب، بعدين حرسم خط، حرسم خط من هين والتانجنت. كنترول زد ما زبطوش. ممكن اعمل يعني احط له لا يعني من الخصائص تاعته. طيب خلينا احطهم كلهم، بدي امسح كل هذاك. كنترول زد كنترول زد كنترول زد، بعدين اعمل اتاكد كلهم تانجنت. طيب هعمل الخط من هين، هاي واحد، بعدين خط
ماشي. خلينا نضبط هدول عند هاي الخط هذا مع الدائرة هذه. خليهم ايش؟ تانجنت. طيب والخط هذا مع الدائرة هاي تانجنت. طيب بعدين الخط اللي احنا عملنا اتنين واحد اتنين، التالت عملنا لسه صح؟ اللي هو الخط هذا مع الدائرة هذه تانجنت. بعدين الخط هذا مع الدائرة هذه تانجنت. بعدين الخط هذا هاي تانجنت. بعدين هذا مع الدائرة هذه. المشكلة الخط هين متعبني أنا. التانجنت. هيك خلصنا صح؟ ماشي. هاي نقطة البداية. حمد هعمل اكستند. هاي اكستند. حمد الخط هذا. وهذا للثاني صح؟ وهذا للثالث وهذا للرابع طيب هذا للخامس ليش مش راضي يمسك؟ خلاص هذا اللي هو هذا هيك خلصنا. خلينا نكمل نرسم ايش؟ السبلاين من هذه النقطة لهذه. هاي ايش عملنا اول سبلاين. طيب الان الايش لا ايش ممكن يعني تعمل نص الثلاثين وتعمل ميرور للخطوط بس هذه وبتختصر الشغل. يعني ممكن اعمل انا هين اعمل روتيت المشكلة الكتابة صغيرة أنا متعبان الكتابة الصغيرة. وين الروتيت اللي هي روتيت هعمل روتيشن لهذه مثلا لهذه السنتر روتيشن اللي هو النقطة هذه والزاوية 15 لا مش 15 كنترول زد مفروض 15 اصح لا صح هيك صح مظبوط روتيت انا فكرتها اتطابقت عليها روتيت الخط هذا حوالين السنتر هذا الزاوية 15 في شيء غلط مش عارف شو هو لاحظ شويه في شيء غلط
خلينا أقيس الزاوية إيفاليويت، أتأكد المسافة بين هذا الخط. لا لا في غلط هي أنا عندي، خلينا أحكي ال سكتش سمارت دايمنشن، بدي أشوف بين الخط هذا والخط هذا 30. طيب أنا حاليا دائما عندك تحايل على البرنامج، هاي عندي السيركلر، هاي هذا اللي عندي 2 والزاوية 15. شوف نعكس هيك صح. بعدك تعمل ميرور، اللي هو بدك تعمل ميرور انتيتيز. خلينا نعمل سكيب لو نختار ميرور انتيتيز يس. الان بدي انا بحب اختار دائما المراي، هاي المراي تاعتي مظبوط. بعدين اختار الشغلات، بدي انا اعمل هاي هذا وهذه 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 وهذه، بدي اعكس اسوي فيها ايش؟ بظبطش، عارف ليش؟ عشان الاوفست. بدك تعمل ايش؟ مش حيظبط عشان الاوفست عندك، ما هي يعني مش مراية، هي اوفست وفي تنجنسي. احنا يعني شكلها كانت مبينة انها كانها بتظبط. انا حلق الخط هذا، حرسم تنجنت خطوط، حرسم خط من هين، مش مشكلة، بدي أكون أرسم بأريحية. طيب هذا اول واحد صح، مع الدائره هذه هاي تانجنت. بعدين الخط هذا مع الدائره هذه هاي تانجنت. بعدين نعم مش على الشكل الثاني، اه صحيح ما بنزل يا ريت حتشوف كيف عندك. هاي هذا مع هذا هاي تانجنت. بعدين هذا مع هذا تانجنت. بعدين هذا مع الدائرة هاي تانجنت. بعدين هذا مع الدائرة تانجنت. بعدين هذا مع الدائرة تانجنت. طيب كنترول زد، انا بدي اللي هو الخط هذا مع الدائره هذه. انا شكلي مختار اكثر من شغله، كنت هاي التانجنت فار ايش يصمم كراش في شيء.
في كراش كنترول زد. خليني امسح الخط هذا احسن شيء امسحه. ديليت يس كنترول زد هعمل ديليشن بعد حرسم لاين من النقطة هذه للدائرة هذه. دان خلينا نتأكد هو شكله تانجنت يعني الخط هذا مع الدائرة هذه تانجنت هيك 100%. طيب دائما في صيانة الرسم لما تصير عندك غلطة شغلة ما تخربش الدنيا ما تحاولش تعمل تصليح، آخر خطوة الغيها وعيدها تختصر عليك جهد كبير. طيب يعني احنا هذا حمد هذا هروح نعمل اكستند هذا للآخر حمده صح؟ طيب طيب بعدين كمان واحدة صح؟ بعدين خلص هيك 100%. الآن هنعمل سبلاين محذوف نرسم كمان مرة أنا بدي لحدين صح؟ من الطرف اتأكد هذه رايحة لا موجودة لا موجودة خلص بعدين هذه لا مش رايحة شيء عندك نمسح هذول طيب ايوه طيب اختارهم واحد واحد بدنا شيء على الاخر ممكن تعمل فيكس صحيح
واسهل ايش الشغل التنظيف. مظبوط. اي ايوه. هيك ايش معنا؟ خلصت ضايع الخط هذا. يعني خلينا نعتبر هذا ايش؟ الشافت تاعنا. اوكي. واضح طلعت كام مختلفة. خلينا نعطيها لون. اورجيكم الثاني عليها. اوكي فايل مش مشكله يعني ممكن الغي الفلت هناك عشان نشوف الفرق. فايل سيف از اللي هي حتكون ايش بي سيف. خلينا نعمل اسمبلي بدي احطهم. هاي اول واحده بدي احط الثانيه. هنعمل اللي هو ميت. خليني ايش اسوي؟ بدي اروح على الاصل هين اللي هو A وبدي الغي الفلت كلها عشان هدف معين. لغينا الفلت نروح على هو حيسألنا هليتها يس. خلينا نلف هذا شوية. خلينا أول شيء نحط هذا السطح ميت. طيب خلينا نحكي ميت هذا الخط مع الخط هذا. بيختلفوا ولا نفس الاشي؟ طبعا بيختلفوا. هذه اللي هي اوفست وهذه محور الفولور بمر في بمر في محور الكام. لكن لاحظوا ايش اللي بيختلفوا فيه؟ السكون. ما هو اكيد مشترك. سكون مشتركين لانه بدو مختلف. طبعا هذا السكون نفس هذا السكون لكن جايين مع بعض. طيب يعطيكم العافيه.